ان احنا بالريفيجن بس مش اكتر. فانا هقول الكودز، ولو في حاجه انتوا توقفوني فيها وقفوني فيها، حاجه تمام يبقى بسرعه عملنا ريفيجن وناخد الاوامر ونشتغل على طول مباشره. تمام. انا طبعا هعمل مثلا كرييت داتابيز اسمها سكول، مش هي مشكله خالص، فكريتنا الداتابيز. طبعا اول حاجه قبل ما ابدا اشتغل على الاوامر لازم اعمل يوز سكول عشان كل الاوامر اللي جايه تشتغل جوه مين؟ جوه الايه؟ جوه السكول دي. عملت اول حاجه بدات بالديبارتمنت، دايما اللي بنبدا بالتيبلز. طبعا ممكن تبدا زي ما انت عايز، بس ابدا دايما باللي مالوش ما عندوش علاقات. تمام؟ دايما باللي ما عندوش علاقات. يعني بص على الريليشنال وابدا باللي ما عندوش علاقات، يسهل لك بس في الكتابه بتاعت الاوامر. فانا عملت كرييت تيبل اللي هو الديبارتمنت، قلت الديبت ان هو، عملت كاركتر على اربعه، وقلت ده برايمري كي. كده انا بعمل ايه؟ كونسترينت على مستوى الايه؟ على مستوى الايه؟ الكود. خلاص؟ في نفس الوقت هنا ولا كتبت كلمه كونسترينت ولا سميتها. ممكن اكتب كونسترينت واسميها. الدي نيم وده بار كاركتر على 25، قلت يونيك وخلصنا. المانجر قلت كاركتر على اربعه، ليه؟ يبقى لازم البرايمري كي هناك بتاع التيتشر يبقى برضه كاركتر على ايه؟ تقريبا هتسليم مثبت كده البرايمري كي والفورين كيس كلها كاركتر على 4 عشان ما حدش يسرح بس منه. تمام؟ خلصنا. التيتشر تيبل ايه؟ تيتشر اي دي كاركتر 4 نوت نال. خلصنا. النيم في سبيس بار كاركتر على 50 نوت نال ماشي. الجندر كاركتر على 1، ولو ما كتبتش كلمه كاركتر على 1 هتبقى كاركتر على 1، يعني كتبت كاركتر بس تبقى 1 برضه. وقلت نوت نال وسبيس، وانت حاطط كمان كونستنت جنبه ينفع؟ اه عادي بسبيس بس مش اكتر. يعني ممكن اعمل برايمري كي وسبيس وتشيك وسبيس اه عادي. تمام؟ فبتعمل نوت نال وسبيس وعملت تشيك. التشيك التشيك هنا بنحط في النص هنا اي كونديشن من اي نوع. تمام؟ في الاس كيو يعني ممكن نقول الجندر ايكوال ام اند الجندر او اور اتس اور اند اور 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 الجندر ايكوال اف، مش عندي مشكله. ده اسلوب. تمام؟ ممكن نستعمل الفانكشنز بتاعت الكيس الليتر كيسز اللي هي ابر كيس او لور كيس وغير، يعني كل ده طالما موجود في الاس كيو ال ينفع. لا طبعا الافضل تعملها على الديتيلز. اه وفي العصر الحديث بنعملها في الباك اند، بس لو عملتها على الداتابيز اسلم، لان حتى لو حد وصل للداتابيز مش هيقدر يخترق القواعد اللي انت عاملها. بس في حقيقه لو هو وصل للداتابيز خلاص، وصل للداتابيز يا باشا. بس انا بتكلم على مثلا ايه، على اساليب اختراقيه، حد اخترق ودخل اصلا مش دخل بشكل مباشر للداتابيز، بس هو قدر بامر من الاوامر يوصل بشكل غير مباشر للداتابيز. فحتى لو حب يدخل الكونسترينتس الموجوده تحافظ شويه على الايه، على البيانات اللي موجوده. تمام. جندر ان ام كوما ام سمول كوما اف كوما اف سمول. خلاص كده بقى ان دي برضو ده اوبريتور هناخده في الاس كيو ال، اوبريتور موجود في الاس كيو ال. ومعناه اور، معناه هنا ماشي ايه، ماشي الموضوعات اور. السالري قلت له فلوت 7 ديجيتس كوما 2 بقى معناه ايه؟ مظبوط. تمام يعني 5 و2. تمام. الرانك قلت له فار كاركتر على 30. الهاير ديت سبيس قلت له ديت، مش محتاجين باليوم والساعه ومفيش. خلاص. والسيتي قلت فار كاركتر على 30. الديبارتمنت ورك ده اصلا كان ريليشن شيب صح؟ فقلت له ايه؟ الديبارتمنت ورك سبيس كاركتر 4 عشان كان التاني الديبارتمنت سيستم كان بيتم شويه كاركتر 4 البرايمري كي بتاعه. قلت له ريفرنسز دي الفورن كي ببساطه جدا. ولا هكتب كونسترينت ولا اسمي الكونسترينت بتاع، انا عايز يعني السمارت واي على طول. مع اني هقول لك عيوب كل واحده فيهم ايه؟ او عيب دي ايه؟ المختصر ريفرنسز سبيس الديبارتمنت الديبت انه خلاص ريفرنسز، وقلت اسم التيبل اللي هو اللي فيه البرايمري كي، وما بين كونسترينت قلت البرايمري كي ذات نفسه. خلصت الريليشن شيب. سهل قوي، الريفرنسز واسم التيبل الرئيسي واسم البرايمري كي بتاعه وخلصنا. لما ما بسميش الكونسترينتس هو بيجنريت نيم لكل كونسترينت اوتوماتيك. فبيبقى بس مشكلتي ان انا مش عارف اتذكره ده اللي يقصد بيه ايه. بس فعليا في اوامر الكونسترينتس الكلام ده تقدر اعرف هو كان ايه. وغير الجرافيكال يوزر انترفيس بقت موجوده قدام عينيك، عارف الموضوع يعني. فالموضوع فبقينا في العصر السرعه والقلبان،
لكن لازم تبقى عارف ده وعارف ده. تمام؟ جيت هنا البرايمري كي بتاعي في جدول التيتشر اسلوب تاني غير الاسلوب اللي احنا عملناه المره اللي فاتت. احنا المره اللي فاتت عملناه على مستوى الكولوم، هنا عم هعمله على مستوى التيبل. نزلت تحت بتاع البرايمري كي وما بين قوسين قلت التيتشر اي دي من غير كونسترينت واسم الكونسترينت. في بعض الداتابيز بترفض تقول لك طالما على الكول على التيبل ليفل لازم تكتب كونسترينت واسم الكونسترينت. بعض الداتابيز زي كده ما عندهاش مشكله، يعني مفيش مشكله كده كده هو بيجنريت، يعني انت هتحت ما بيجنريت الاي دي لو انا مش كاتب لك الكونسترينت اي دي واسم، يعني مفيش مشكله. ويونيك النيم كنت ممكن اقول النيم هنا فار كاركتر 50 نوت نل وسبيس واقول يونيك. طبعا انا بحاول برضو في الجمل اس كيو ال انوع لك بحيث تحتك باكتر ايه كم ممكن من الاشكال السنتكس بتاعت الكتاب. يعني بس بتكلم في تسميه الكونسترينتس. في بعض ده بيقول لك لا طالما نزلت على التيبل ليفل لازم تسمي الكونسترين. لا 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 جنريتد نمبر وخلاص. بيكتب كونسترين سي اكس واي زد 1 2 533 اي حاجه. يكتبها كده. تمام؟ فتسميه الكونسترينت بس مش في الايه؟ مش في الكونسترينت ذات نفسه. كده احنا عملنا ايه؟ الديبارتمنت عملنا له، الفورين كي اللي اسمه مانجر ما عملناهوش، وبعد كده عملنا عليه لان كان تيتشر ما اتعملش، عملنا تيتشر. فبقى التيتشر موجود والايه والتاني موجود، وانا بعمل التيتشر قدرت اعمل الفورين كي بتاع الديبارتمنت لان الديبارتمنت بقى موجود. لكن ما كنتش عارف اعمل ده وانا بعمل الديبارتمنت لان كان الايه؟ التيتشر مش موجود. عشان كده قلت لك ابدا باللي ما عندوش ايه ريليشن شيب، بس المره دي حاسبك انك الاثنين بيسلموا بعض، ده عنده واحد وده عنده واحد، لكن في تو ريليشن شيب بتوين التو تو انتيتيز دول، صح؟ فبدات ده هيبقى الثاني مش موجود، بدات ده هيبقى الثاني ده مش ايه؟ مش موجود. هنا انت اضطريت لجمله الايه؟ الارت عشان تعمل تعديل على الايه؟ على الجمله. فانا بنعمل الارت ستيتمنت ونضيف فورين كي على الايه؟ على التيبل بتاع الديبارتمنت ان المانجر ده كان جاي اصلا من التيتشر ايجنت، صح كده؟ فاقوم جاي عامل ايه؟ التر تيبل ديبارتمنت، بعد كده بحط بقى على الحسب بقى، انا عايز اد هنا كونسترينت، فقلت له اد، وقلت له فورين كي المانجر ده كان فورين كي، وريفرنسز التيتشر تيتشر ايجنت، يعني واضحه مفيش مشكله. طبعا كنا ممكن بس ما بين اد وما بين كلمه فورين كي نكتب كلمه كونسترينت واسم الايه؟ واسم الكونسترينت، بس مش اكتر من كده. طيب تمام، قلنا دي مش كيس سنسيتيف. بس الكوليدج ديجري بقى كان اصلا مالتي فاليد، صح؟ وكان قصه لو رجعنا له كده انا ايه اللي عملته ده؟ كنا واخدين التيتشر اي دي جاي منين؟ جاي من التيتشر اي دي هنا، وكانوا الاثنين معا برايمري كي، الاثنين معا برايمري كي، يعني ده كومبوزيت كونسترينت. كل انواع الكومبوزيت كونسترينتس، كومبوزيت كونسترينتس يعني اي قيد بيتطبق على ايه؟ على مور ذان وان ايه؟ فيلد او كولم. يعني اي حاجه بتطبق على اكتر من واحد، ده ما ينفعش على الكولم ليفل، لازم ينزل على الايه؟ على التيبل ليفل، خلاص؟ لان مش هعرف احطه ولا دبلره، لو دبلرته غلط. مش عشان انا مش عشان انا بكرر. لا، لان المعنى بقى مختلف. يعني ايه؟ يعني ايه مش عارف، يعني المهم ما نشوفه ونقول يعني. يعني هقول لكم يعني كمان شويه. يعني بشكل عملي مباشر اكتر. فدي قلت كريت تيبل اسمه كولج ديجري تيتشر اي دي ده كاركتر 4 نوت نل. الكولج ديجري بار كاركتر على 30 نوت نل. كوما. فورن كي التيتشر اي دي في سبيس هنا. وقلت ريفرنسز التيتشر التيتشر اي دي. في حاجه دي؟ ده فورن كي عادي. فورن كي عادي اهو فورن كي التيتشر اي دي دوت. وده ريفرنسز التيتشر التيتشر اي دي هناك. خلصنا. البرايمري كي بقى اثنين مع بعض برايمري كي واحد، صح؟ التيتشر اي دي مع كولج ديجري الاثنين مع بعض برايمري كي واحد. فده لازم احط تحت. فاكتب برايمري كي وقال ايه؟ افتح قوس التيتشر اي دي وكوما الكولج ديجري. كده عملت برايمري كي الاثنين مع بعض. طيب لو كان ده يونيك مش برايمري كي. ان هما الاثنين يونيك مع بعض. فمعناها الاثنين مع بعض ما يتكرروش، صح؟ ما ينفعش اجي قدام التيتشر اديهم كاتب يونيك واجي قدام الكولج دي واكتب يونيك. المعنى اختلف. ليه؟ بقى معناها ان التيتشر اديه بذاته يونيك والكولج ديجري بذاتها يونيك. وده مش صح. لما اجي تحت وقال الاثنين مع بعض يونيك بقى معناها ايه؟ نفس التيتشر اديه مع نفس الكولج ديجري مع بعض يونيك. المعنى هنا بقى مختلف. الاثنين معا ما بيتكرروش.
لكن الكولج دي بتتكرر، التيتشر اي دي بيتكرر. لكن لما فهمتوا الفكره، فعلى مستوى الكل حتى مش عشان تكرار، عشان المعنى هيختلف. معنى ايه؟ المعنى في نفسه هيختلف، تمام. طب ليه انا قلت لو افترضنا ان دي يونيك، ما قلتش ان افترضنا ان دي برايمري كي؟ عشان ما ادخلش للدكتور علي ان هو واخد ماجستير من جامعه القاهره وارجع تاني اقول له علي واخد ماجستير من جامعه القاهره، ما هو علي وهو واخد ماجستير، عايز تدخله بقى دكتوراه تدخله حاجه ثانيه ماشي. اه ايه المعنى؟ مش هو ده الصح الواقع؟ طيب يعني نفس الدكتور ونفس الكولج ديجري تخش اكتر من مره ليه يعني؟ ما دخلت خلاص حفظناها والله، فهمني ازاي؟ فانت انت بتحط كده عشان كده. يس. ها تمام. طيب تعالى بقى للتيبل اللي اسمه ستودنت. ستودنت نمبر ده كاركتر على 10 نوت نال برايمري كي، اف اف نيم، ال نيم، نوت نال نوت نال، البي ديت ديت، الادرس بقى كاركتر على 100، الجندر كاركتر واحد، وقلنا نوت نال وسبيس. سبيس دي هنا في سبيس ديفولت ام معناها ايه؟ لو ما اتبعتتش ليه قيمه، يعني لو بعت له قيمته ايه فاضيه، هينزل جوه الداتابيز الديفولت ايه؟ ام هو ميليا. الفون كاركتر على 12، تشيك، وحطيت تشيك بره ولا مع الفون؟ في كوما هنا يبقى بره، لو الكوما دي مش موجوده كان هيبقى تبع الفون، تمام. ففي كوما هنا وقلت له ده اللي تشيك ان الجندر ان. ليه بقى انا عملت لك كده تحت؟ عشان تشوف ان الفرق ما بين التشيك الاولاني والتشيك الثانيه كان ايه؟ ايه؟ لما عملنا احنا على جنب الكولوم ولما عملناه تحت ايه كان ايه الفرق؟ حطينا اسم الكولوم؟ لا طبعا الاثنين بيتحط فيهم اسم الكولوم، الوحيد اللي تشيك تحط كده كده اسم الكولوم. اسم الكولوم برضه. برضه كنا حاطين اسم الكولوم. عشان كده انا باكد عليه عشان انت تقولي كده، يعني انا كنت بسال سؤال عشان حد يقول لي اللي انت قلتيه. اللي هو لان الطبيعي دايما بيبقى اسم الكولوم هو الفرق. ما عدا مين؟ ما عدا التشيك، لان كل الكونديشن ما بين القوسين لازم اقول له الكونديشن على ايه، لان ممكن احط تشيك وتشيك على فكره اصلا ممكن يبقى على كولوم، بس الوحيد اللي ممكن يخرف ويبقى معناه ان انت اصلا بتشيك على اكتر من حاجه. تقول تشيك ان الجندر كذا اند السالري كذا وال يحصل والداتابيز مش هترفض يعني. ان هو في الاخر كونديشن بيتنفذ قبل الايه؟ قبل تنفيذ الايه؟ عمليه الانسيرت او الابديت او الديليت يعني. الانسيرت او الابديت، الديليت ليها دعوه؟ رجع الديليت بينسي في الريكورد كله، هو مش مهم عليه ايه، صح كده؟ لكن الوحيد اللي بيهتم بالبيانات ذات نفسها الانسيرت والابديت. طب والريتريف ولا ليها دعوه؟ اللي هي السيلكت مالهاش دعوه بالموضوع ده برضه، ولا تشيكش اي حاجه ولا اه. دي قصه ثانيه في الفورم كده، بتكلم بس على التشيك، على التشيك مش على مش على التشيك ان هو بيشيك على ايه يعني. يعني هم الاثنين واحد. يس. اديت هتشيك على انه ام ولا اف ولا بتاع ولا مش هتشيك. ايه؟ قبل ما اتدلت اتشيكت عليها ليه؟ دي كده مش دي كده انت حطيت ايه؟ حطيت وير جمله ثانيه، حطيت كونديشن على الديليت مش التشيك. كونديشن على وير ليها علاقه بالتشيك، مالهاش علاقه بالتشيك. معلش معلش خشش في الموضوعات الجانبيه دي دلوقتي. انا بس عايز اقول حاجه قبل ما اكمل. لاحظوا ان الاس 2 ما اختلفتش يعني من اوريكال لماي سيكوال يعني، ولا ايه؟ الدنيا تمام، ما فيش مشكله، الدنيا ماشيه الحال. بعد الحاجات البسيطه يعني مش اكتر من كده، لكن هي نفس الكونسبت. هوراك ان شاء الله. مش مشكله هتيجي يعني. طيب. كنا بنقول هنا كنا خلصنا دي؟ اه كنا بنتكلم على ايه؟ احنا خلصنا ده. احنا عدينا الكلام ده كله. ثواني بس، احنا كنا فين؟ احنا كنا نوت التشيك اللي موجود في الستودنت صح؟
فاضل لي بقى السبجكت والاستادي ونخلص بقى فاضلنا دول ناخد مساحه. طيب هنا بقى على السبجكت الستودنت كود سبيس، في هنا سبيس كاركتر 10 نوت نال، ديبارتمنت بلونج وولت كاركتر 4 وسبيس ونوت نال، ريفرنسز الديبارتمنت والديبارتمنت نمبر دي فور كي عادي مفيش فيه اي مشكله، والتيتشر توت وبتاع الكاركتر 4 في سبيس ريفرنسز التيتشر والتيتشر اي برضه مفيش مشكله خالص، على طول الفورن كيز ما فيهاش مشكله. تايتل فار كاركتر 20 نوت نال والبرايمري كي، قمت قايل بقى هنا برضه عندي اثنين قلت السبجكت كود والديبارتمنت بلونج الاثنين مع بعض برايمري كي اخذناه قبل كده مفيش مشكله خالص تمام. تبقى لنا الاستادي، والاستادي كان فيه شويه شغل. كريت التيبل اسمه الاستادي ستادي نمبر وكاركتر على 10 نوت نال، سبجكت كود وكاركتر على 10 نوت نال، الديبارتمنت ان او ده كاركتر 4 على نوت نال برضه في كوما اهي بس موجوده ورا. السكور فلوت 5.2 يعني 3 صحيح معاك لغايه 100 صح؟ معنا معاك لغايه 100 بس لا معاك لغايه 999 فعليا يعني تمام، و2 10 منها. فورن كي للستودنت نمبر ده جاي ريفرنس من الستودنت للستودنت نمبر. فورن كي ادي الحته اللي كان بيسال عليها حد فيكم ازاي نربط بكومبوزيت تمام مفيش اي مشكله، بقول فورن كي السبجكت كود مع الديبارتمنت نمبر الاثنين مع بعض فورن كي بالكوما كده والاثنين بيرفرنسوا السبجكت روح برضه السبجكت كود والديبارتمنت بلونج لازم يكونوا على الترتيب. يعني بدات بالسبجكت كود وبدات هنا بالسبجكت كود بدات بالديبارتمنت وانتهيت بالديبارتمنت ما قلبش تمام كده؟ وبناء عليه بيعرف ان دول جايين من ايه؟ من بعض. تمام كده؟ كده عملت اللي هي الايه؟ الفورم كي اللي هو الكومبوزيت. وبرايمري كي بقى قمت قال السبجكت ستودنت نمبر والسبجكت كود والديبارتمنت نمبر والثلاثه مع بعض برايمري كي واحد وخلصت. تمام كده؟ فطبعا لو انت بتكريت داتابيز جديده كتبت مثلا هنا سميتها سكول في هنا الكوليجن هنا اللي هو بتاع الكوليشن هنا اللي هو اسمه بتاع اللغات بتاع اللغات يعني والسبورت للغات اللي هتخش جوه الداتابيز تمام. فهو في الاخر احنا بالنسبه لنا في حاجات طبعا كتيره والالماني والمش عارف ايه انا لو كبرت كده مش في نظارات في نظارات رطوبه هي على البتاع. طيب على العموم يعني في يو تي يو تي يو تي يو تي اف 8 ده اللي بيسبورت اللغه العربيه يعني. في انواع كتير انت ممكن تختار اللي هو الجنرال يعني تمام كده؟ اليو تي اف بس هو بس بيسبورت الحروف العربيه، هو اصلا باي ديفولت هتلاقي اللي بقى بينزل دلوقتي بقى بيسبورت الحروف العربيه يعني. فبنعملها بس يعني ايه خوفا ان يكون مش بتسبورت العربي فتيجي تدخل ديتا عربي تلاقي نفسك الدنيا عندك بتضرب يعني. لكن واحد بس منزل بقى لغه سويدي لغه مش عارف ايه دي عشان اللغات يعني احنا بالنسبه لنا مش محتاجين اكتر من اليو تي اف يعني. البرنامج ده اسمه هو والله ماشي هو اسمه بي اتش بي ماي ادمن نعم تمام. ادي كده بالنسبه لي الايه الداتابيز بتاعتي وانا سلكتد عليها صح؟ اقعد اخش الاس كيو ال بقى وابدا احط الاس كيو ال بتاعي كده تمام وادوس على جو قال لي تمام قلت له ماشي دوس على الاس كيو ال رميت هنا اهو كله مظبوط ايه في انا مش شايف المشكله فين سيبك مني سيبك مني يا عم هي سليمه هي والله موجوده والله ما هي اشتغلت هي مش عارف وتنفذ تمام. هو ساعات بيبقى كده احساسه كده ان هو مش مبسوط. طب ده الفورن كي تمام ده الكولج ديجري تمام تمام
وادي الايه اخر واحد للستادي صح. تمام، كل الاوامر اللي احنا اخدناها دلوقتي في الاس كيو ال دي من شويه كلها اسمها ايه؟ دي دي ال. خلاص اللي هي ايه؟ داتا ديفينيشن ايه؟ لانجوج، اللغه الخاصه بالديفينيشن للموضوع. انا كنت بتكلم ان هنا التيبل ده هيبقى فيه كولوم، هيبقى فيه فيلد، هيبقى فيه تايب داتا تايب، هيبقى فيه اللي هو مبني العماره. ما سكنتش حد جوه العماره. خلاص التسكين بقى الناس جوه العماره واطرد دوت واحط دوت، دي اسمها دي ام ال لانجوج، اللي هي عباره عن اربع عوامل اساسيه، اربع عوامل اساسيه اللي هم الانسيرت وابديت والديليت والسيلكت. تمام، دول الايه الاربع عوامل الاساسيين بتوع الدي ام ال، اللي هو اسكن واحد اطلع واحد، هو مين اللي جوه، لا احطه معاكم فلان شيلوا فلان، اللي هو اضافه تعديل حذف بحسب. تمام، دول اساسيين في الدي ام ال، ودول اللي فات ده كله كان عباره ايه؟ عباره عن دي دي ال يعني.